هذا الـ goodness of fit test. راح نستخدم احنا نفس الفكرة الهيستوغرام، بس هيك كنظر يعني عشان نعرف انه هل هاي الداتا نورمال ولا لا. هسا احنا بالهيستوغرام قبل هذا الاختبار الثاني نفس السؤال بيسألني اياه، بس يوز التست هذا طبعا هنا goodness of fit test. بعطيني بس هذا العمود نفس الفكرة، بدي اول اشي ارتبه كمان من يعني تصاعدي. هسا احنا هون بهذا الاختبار عندنا حالتين، نفس ما كان هناك في حالتين كانت الاكسبوننشال لها قانون والنورمال له قانون، هون كذلك الامر اليونيفورم له قانون والنورمال له قانون، تمام، او له مبدأ حل وهذا له مبدأ حل. اول اشي بحالة اليونيفورم احنا بعد ما احنا نيجي نرتبهم بدنا نطلع اول اشي اسمه كي. شو الكي هذا؟ باجي بسأل حالي اول اشي هيو شو الكي، بيقول لي الكي قديش اول شي رقم عدد الان، هذول قديش عددهم، قديش عندك عينة؟ 25 عينة احنا هون، هيهم 25 عينة. بس الكي شو بيقول لي؟ بيقول لي هاي العينات الـ25 لازم الكي يخلي لك الارقام اللي حواليهم هذول يكونوا يعني مزبطين للانترفال. يعني مثلا لو انا حطيت الكي قيمته مثلا 2، هسا ايش راح يصير هون؟ 2 الان حطيت، انا افترضت انه يعني بدي افرض قيم، هون انا افترضت انه قيمة الكي مثلا 2، فراح اجي احكي هاي 2 قوة 1 لان 2 ماينس 1 هون هتكون 2، تمام. هسا شو يعني هذا الحكي؟ يعني 2 أقل أو يساوي 25، أقل أو يساوي 4. هذا الحكي غلط، لازم أعدل قيمة الكي حتى تصير الفترة هاي صح. فراح أضل أحاول، مثلا لو حطيت 2 قوة 2 يعني حطيت قيمة الكي 3، هون هتكون 25، هون هتكون 2 قوة 3، هاي هتكون 2 في 2 4 في 2 8، كمان غلط. راح أضل أحاول تا أحط كي تساوي لي 5، راح ألقى إنها زبطت، هون هتكون 4 وهون هتكون 5، فبتطلع يعني 2 قوة 4 المفروض انها 16 و2 قوة 5 المفروض انها 32، فبتطلع الانترفال ظابطة. فبقول خلاص كي هي عبارة عن 5. هسا شو راح تفيدني الكي 5؟ الكي 5 بتفيدني انه هاي الداتا راح تتقسم على 5 مجموعات. كيف اقسم هاي الداتا؟ باخذ اكبر قيمة منها، باخذ اكبر قيمة منها، تمام، اللي هي 0.9، يعني بدي أقول 0.977، بقربها لأقرب عدد صحيح اللي هو 1، وباخذ أقل قيمة فيها وإيش، وبقربها لأقل عدد صحيح يعني 0. يعني هاي بدي أخذ أقل إشي بسويها 0، وهاي بدي أخذ أكبر إشي بسويها 1، وهذا الحكي على 2. إذا بقرب أكبر قيمة لأكبر عدد صحيح 1، بقرب أقل قيمة لأقل عدد صحيح 0، ماشي، فبصير 1 ماينس 0 على 2، تطلع سوري على مش على 2، على الكي، أنا آسف، على الكي اللي هي مقدارها 5، فبتطلع هاي 0.2. فكأنه بيقول لي الفترات تاعتك راح تبلش أنت من الصفر لل 0.2 لل 0.4، يعني بدك تمشي كل فترة 0.2 لل 0.6 لل 0.8 للواحد. فإذا الفترات الآن بهذا الشكل راح تتوزع. هسا شو انا بدي اجي احكي؟ طيب بالفترة الاولى مين راح احط؟ راح نلقى انه هاي القيم هي المحطوطة هاي بالكي الاولى، سوري بالفترة الاولى اللي هي من 0.0 من 0 ل 0.2، وباجي هون كمان نفس الفكرة، الفترة الثانية، الفترة الثالثة، الفترة الرابعة، والفترة الخامسة. هسا بعد ما انا قسمت هاي الفترات وحطيت قديش كل واحدة فيها، طبعا ما بعمل الهيستوغرام، بس انا بشرح الهيستوغرام عشان يكون اوضح، راح احكي قديش في كل واحدة فيها قيمة، هاي فيها 3، هاي فيها 3، هاي قديش فيها 6. المهم هذا شو بيمثل لي الان؟ انا هون هيني حطيت الفترات، هو حاط لي الفترات، طبعا انا لازم اشتغل على التابل، فانا هون هيني حطيت الفترات ال 0.2 ال 0.4 ال 0.6 ال 0.8 وال1. هاي معناتها شو؟ هاي معناتها انه من 0 ل 0.2، هاي معناتها انه من 0 ل 0.2، هاي ال 0.4 معناتها انه من 0.2 لل 0.4، تمام. فالفترة من 0.2
من 0 ل 0.2 فيها n مقداره 3، يعني عدد ارقام مقداره 3 زي ما انا مثلت هون. هسه اذا قلنا من بعد ما انا حددت الان، يعني قديش كل فتره فيها رقم، من بعد ما انا حددت الان اللي هو هون مثلا هيها هان 5، فبجي بحكي 5. بعد ما حددت الان بروح احدد اشي اسمه الان بي جي. شو الان بي جي؟ يعني زي هذا احنا بنحكي كستاندرد، قديش لازم يكون بالفترة. كيف أحدده؟ بحكي قديش عدد العينات، 25. الـ NBG أوكي هو عبارة عن عدد العينات على الـ K. إذا الـ NBG هو عبارة عن عدد العينات على الـ K، 25 على 5، إذا الـ NBG 5. شو يعني الـ NBG؟ يعني مثلا لو كان الوضع بالستاندرد، تمام، لو كان الوضع بالستاندرد قديش إحنا فعليا راح يكون بكل جروب. انا عندي 25 جروب، لو بدي اقسمهم بالتساوي كل جروب راح ياخذ 5. هذا المقصود بالان بي جي. هسه بعد ما انا بطلع الان بي جي، طبعا الان بي جي بطلعه مره واحده وخلص بيكون ثابت للكل. بعد ما انا اطلع الان بي جي بدي اطلع اشي هون زي احنا بنسميه ايرور، هو مش ايرور بس احنا بنسميه ايرور، ماشي. هو عبارة عن الان، يعني بدي اجي اقول هو عبارة عن الان اللي هو 3 في الحالة الاولى، ماينص ال ان بي جي ثابت 5 على ايش؟ ال ان بي جي اللي هو 5. هذا الحكي كله تربيع، بس تحت ما في تربيع. بطلع قديش مقداره للاول؟ 0.8. اذا بطلع للاول 0.8، بحسب كمان للثاني وبحسب للثالث وبحسب للرابع بعد وبحسب للخامس. طبعا الخامس احنا ملاحظين انه طلع صفر لانه هو 5 ب 5 ماخذهم، يعني ماخذهم بالوضع الطبيعي. فهسه انا حسبت هذول بجمعهم هون بيطلع معي 3.6. هذا الرقم 3.6 بدي أروح أقارنه مع رقم ثاني. طيب هسا إحنا حكينا بروسيجر الحل كامل، بس هسا في شغلة بالسؤال بيكون إيش سائلني، يعني Is the data normal or، هون الحالة الثانية هي اليونيفورم، ما فيش exponential هون، تمام. فهنا بيكون بهذا السؤال is the data uniform using the goodness of the test، بسألني هل الداتا uniform. إذا في هذا الحالة، في هاي الحالة والمبدأ الحل هذا اللي اشتغلناه كله بنطبقه باليونيفورم. شو احنا عملنا بالضبط؟ أول شيء رتبنا الداتا، طلعنا قيمة ال K، فرضنا كم قيمة لحتى وصلنا إنه K مقدارها 5، يعني راح أعمل 5 جروبات. بعد ما طلعت ال K مقدارها 5، شو رحت عملت؟ طلعت قديش بدي اعمل ايش؟ جمب، قديش بدي اعمل قفزات. كيف اعمل؟ باخذ اقل قيمة بقربها للصفر، بقربها لاقل عدد صحيح. يعني مثلا لو كانت 2.2، لو كانت مثلا 2.2 بقربها للرقم الاقل، يعني مثلا 2.2 راح تصير 2، بينما اكبر قيمة لو كانت 2 مثلا 0.4 بدي أقربها للرقم الأكبر فبصير 3. الآن باجي بحكي هون مثلا 3 ناقص 2 على 2 بطلع قديش؟ نص. إذا بدي أعمل جنب بمقدار نص. بعد ما عرفت قديش بدي أعمل جنب بمقدار نص، حطيت الفترات هون، حكينا هاي الـ 0.2 معناتها من 0 لـ 0.2، حطينا قديش كل واحدة فيها أرقام، وطلعنا الـ NBG اللي هو قلنا هو بكل بساطة عدد العينات على الـ K. يعني كأني بدي أحكي أنا عندي 25 عينة بدي أوزعهم على الـ5 جروب بشكل متساوي، فالآن بي جي 5. وبعد هيك طلعنا الـ 0.8، حكينا على هذا القانون مباشرة بكون طلعته، طلع معي هذا الرقم. قلنا هاي الكيس اسمها كيس اليونيفورم، يعني بالسؤال بيكون حاكي لي هل هذا يونيفورم ولا لا. طبعا هون زي ما احنا طلعنا الكي، هسا احنا بعد ما طلعنا هون احنا الكي، سوري، بعد ما طلعنا هاي، هيها بعد ما طلعنا هاي فورا بروح اقارنها عند الفا مقدارها 0.05 و ديجري اوف فريدم هي مقدارها الكي اللي انا طلع معي ناقص 1. طب الكي اللي طلع معي 5 ناقص 1 4، اذا باجي هون هي الـ4 وعند ألفا مقدارها 0.5 بتطلع هاي. هسه هاي القيمة 9.49، بدي أجي أحكي كالتالي 9.49 لو كانت القيمة اللي طلعت معي بالسؤال بالحل هون هي هاي 3.6،
ثلاثة بوينت ستة طلعت أنا معي. إذا كانت يمينها هون يعني براتها، لهون نيجي نحذف كل إشي، هون مقبول، هون مقبول، هون مرفوض.